الصوت يا شباب، محمد المصري حتى خليه يتكلم. اقول ما شاء الله تبارك الله، وبناس مثل ذلك افتح لي منك يا ابو عبد الله الجوالات. يلا نص ساعه ساعه تقول بناس لا لا انتم دلعتوا واجد فليتوها. ايش رايكم ايش رايكم نطرح كشته للرياض؟ لا لا ابغى لا ايش رايكم نجيب طياره خاصه بعد فديكم؟ معود ابو مسفر يوم الكلام ذا يا ابو عبد الله لانك معود على قد حالك. لا تلعب علي بسالفه قد حات. ايه طيب يا ربع، في حدث صراحه انا علمت عنه في البدايه والان لازم اقوله. فالشباب اللي هناك بنجيكم بعد شوي، لكن انتم زعلتوا واحد وزعل شديد. والزعل ذا يقوم حقك تزعل ولك حق نرضيك. ها لك حق تزعل ولك حق نرضيك. فاليوم احنا خلوه يجي يا شباب، يكون عند الباب حول الباب. زعلتوا لا يدخل علينا لين اقول، لا يشوفون الشباب لان ما ابغاهم يشوفونه. قبل ايام زعلتوا واحد واعلن استقالته وبعده عن هو الواحد ايه. فزعلتوا ففك المايك واعلن استقالته. انا وياه رحنا عمان مع بعض فطلبناه ورفض. والله طلبناه اي والله. وابو عبد الله يظل وجهه معروف بالصلح، الله يجزاه خير. الظاهر انه بنسوي فرع لاصلاح ذات البيت في هذا الحي، هذه القريه المباركه والمكتب ذا. فانتم يعني بعضكم وليس كلكم، وليس هما نقول خطا، لكن نقول على ما قال يعني شيء حصل وراح بين الاخوان، ولكن هو تحسس من الموقف فاخذ في خاطره وطلع. وفي ناس شياطينين يجون بعد الساعه 12 نبشوا في الموضوع زياده. اي والله شياطين. وقالوا ايه وقالوا الله يكفينا شرهم. ايه وقالوا ان الموضوع وصل الواحد خنق المذيع. لا المذيع لم يخنق، بالعكس زميله ابراهيم عواد كان بيصلح مايكه، ولكن تعرفون هم يعني يكبرونه ايه يضخمون ايه الامور حتى تزيد الشياطين اكثر ويتحسسون الرجال فيما بينهم. الله يكفينا. نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا دخلنا القريه دائما نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من شياطين الانس والجن. امين. فاليوم اخونا الغالي انا طلبته طلبه، وما اخفيكم خلف الكواليس سحبنا او طلبنا اثنين منكم شاعر ومنشد، فكتبت فيه قصيده ولحنت واودت من اوديت من واحد من خلالكم بصوته الجميل. فجبنا كيكه وديها الطاوله اولا، نجيبها في الوسط يا شباب. لا انتم ودي الجميع، لا انتم بس لا تغطوا على الكاميرات، الكاميرات دي والله صراحه انا محمد مسفر ما عليك خوف، خليك عادي واقفه. انا استغربت ذاك اليوم الموقف مع انه عفوي قوم ابو عبد الله، لكنه مع هذا المذيع بالذات. اصبر اصبر شوي اصبر، خلينا ندخل. والله يا اخواني انه من اكثر المذيعين ادبا وخلقا لدرجه ان نستحي منه من كثر ادبه. يستاهل هو، يستاهل والله. طيب نبغى المخرج. اولا الكلمات اللي كتبت، من اللي كتبها منكم؟ عبد الله المري. وانشدت من شنار الدوسري. ونعم نبغى الان يا منيب نسمعها احنا والشباب، وهو الان يسمعها عندكم بالكنترول او خلوه يجينا قريب. ها اي قريب. طيب شغلوا السماعات القريه كلها، لاني انا عزمته اليوم وقلت له تعال عندنا علم. فالحين ابغى فاجأة بهالاعتذار اللي باسم الشباب كلهم، كلمات عبد الله المري وانشاد شنار الدوسري. شغلوا لنا الشيله، خلونا نسمعها وبعدها بنفتح الكيكه وبعدها يقلط علينا. سمعنا يا منيب. يا ناصر الحرب نقعد نملك اعذار، ترى الخطا من صوبنا غير مقصود، وانت يا مولاي نايف على ملته بنار. Yeah.
تعالي ناصر. ناصر جايب العصا يبغى يطق واحد منكم. لا لا عطوني اياها الشباب. شكرا الله يعوضهم. طيب صلوا على رسول الله. ابغى واحد منكم يتحدث باسم الجميع عما حصل وانتم شلتوا هالشيله وجبتوا هالكيكه. اعتذار ناصر. طيب من بيتحدث منكم؟ فيصل بن علمان. فيصل تحت. فيصل بيحكي. خلنا نسمع كلامه واعتذار عن اخوياه وينوب عنكم. طيب تعال تعال فيصل. اول شيء خلنا عنده خلنا عنده عادي. الكاميرا تجي هناك هناك. الرجال هناك. الرجال تفضل. اول شيء مرحبا بكم ومسهلا. الله يمسكم بالخير ويبيض وجهكم جميع ولا يهينك ياك حالان على ذا المجلس اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. ونعتذر ونقدم اعتذارنا لاخونا الغالي وكنا وياه اللي يقول المعذره لما تجوز المعاذير عن موقف ان اكبر من العذر كله. يا سلام. وحنا ندري ان العذر من شم العذر من شم الكبار. والثاني يقول جنب عن الزلات لو ما الهم جناب وطريقني يودي للمناقيد ما جيته على كثر ماني بيت خطره خط الاصحاب لو طويق يقف في طريقي تخطريته. وكحلان ندري ان هقوته فينا طيبه وحنا